معلومة على الماشي ما تفوتهاش، دروس قصيرة جدا جدا ولكن معلوماتها قيمة جدا جدا جدا. قد تكون تعبيرات، قد تكون أفعال، قد تكون كلمات، قد تكون معلومات مهمة. أي معلومة هنحس إنها مهمة وهتفيدكم في التعلم اللغة الإيطالية وفي الاندماج في المجتمع الإيطالي هنحطها في معلومة على الماشي، بس أنت ما تفوتهاش. أهلا بكم معلومة على الماشي ما تفوتهاش. زي ما أنتوا عارفين إن القناة مش بس بتختص باللغة ولكن بتهتم أكتر كمان بالثقافة والتشجيع على الاندماج والتعلم في المجتمع الإيطالي. من أكتر الحاجات اللي مشهورين بها الإيطاليين إن هما بيتكلموا بإيديهم، طول ما أنتوا قاعدين وبتكلموا لهم إيديهم رايحة جاية وعمالين يعملوا حركات مش فاهمين هما بيقولوا إيه بيعملوا إيه. إحنا بقى هنجيب الحركات دي ونمسك حركة حركة ونشوف معناها إيه. الحركات دي اسمها إيجستي. إيجستي معناها الحركات اللي بنستخدمها وإحنا بإيدينا وإحنا بنتكلم عشان نعبر. خليكم معانا وإيجستي. معنا فرانشيسكا هي اللي هتعمل لنا الحركة بتاعت النهاردة وهنترجمها لكم مع بعض. Allora, oggi vi spiegherò come noi italiani usiamo i gesti. Ne usiamo tantissimi. Anche adesso, ad esempio, ho fatto così. Noi usiamo questo gesto per dire cosa vuoi, come, cosa, quando, chi. Tutte queste parole per fare la domanda. Quindi, quando vedete questo gesto, sicuramente è una domanda. Come? Ezzei? Cosa? E? Quando? Emta? Chi? Min? Kulle da? ما شاء الله في هذه الحركة البسيطة، إنها ليست حركة ولكنها مجموعة من الأسئلة. خلاص، يبقى لما تشوفوا الحركة دي معايا انتوا بتتسألوا سؤال وممكن يكون سؤال من كل الأسئلة اللي احنا قلناها مع بعض. طبعا من ألطف الحاجات اللي في اللغة الإيطالية وفي الثقافة الإيطالية إيجستي. ياريت إن أنا أكون أفدتكم بالدرس الخفيف اللطيف ده في التعرف على الثقافة الإيطالية، وعرفتوا بقى لما تحبوا تسألوا تقولوا إيه؟ كوزا، كومي، كواندو. يلا اشتغلوا، باي. بكده معلومة النهاردة تكون خلصت. أتمنى تكون المعلومة مفيدة بالنسبة لكم. شكرا ليكم ولمتابعتكم وقولوا لي رأيكم في التعليقات. ألا بروسيما، تشاو تشاو.